ياسمين المعص اللي ساعة عم بندهلكم ما سمعتوني؟ ترويقة حاضرة. وين ياسمين؟ بعد ما اجت شيخة. ما يكون فكر هالبنت الكلب تاخذ لها يومين فرصة بحجة مرضها. وين هي هالمقصوفة الرقبة امك؟ بتروحي تقولي لها تيجي هلا على الشغل ان شاء الله تكون عم بتموت والا بخرب لبيتها. شو بكي بعدك واقفة مثل الصنم؟ تحركي. ما خبرك الشيخ طلال؟ شو بده يخبرني؟ امي استقالت من الشغل وبموافقة الشيخ طلال. بتعرفي امي صحتها تعبانة ما بقى فيها تشتغل، خصوصا انه هلا انا صرت كبيرة ورح اشتغل عنها. فشرب رقبتها تترك شغل قبل ما تخلص ديونها. انا رايحة احكي مع الشيخ عبد الله، واذا امك ما بترجع القصر من هلا. تعبي قلبك كتير. امي مش راجعة الشغل، رح تقعد ببيتها مستتة مكرمة، رح تضطر تفتشي على حدا تاني تصب عليه حقدك وكراهيتك. ولي وقحة؟ كيف بتتجرئي وبتحكيني بهالطريقة؟ معلش عذريني، ما أنا كل ما أقولكم بنتك لو ما بي فضل أمي عليك. يا بنت الحرام، إذا ما بزتكن مثل الكلاب على الطريق أنا ما بكون الشيخة ناهية. يكون بعلمك شيخ طلال، يا أنا يا هالبنت الحرام بالقصر، أنا لا يمكن عيش تحت سقف واحد مع هالمخلوقة الفاجرة. وياسمين بدها ترجع على الشغل، يعني بدها ترجع على الشغل. أنا بقرر أمتى بستغنى عن خدماتها، مش هي ولا بنتها. ولا أنا. أنت ولا مرة عملت لي اعتبار. بحق لك تستغنى عن ياسمين بالحقل والإسطبل. هيدا البيت أنا مسؤولة عنه، أنا خلقت وربيت بهالبيت وضحيت بشبابي ومستقبلي كرمالكن. ما بيحق لك تشيل خدمة من البيت بدون ما تستشيرنا أو حتى تعطينا علم وخبر. معلش عمتي، إليك علي يجيب لك أشطر خادمة بالمنطقة. أنا بدي ياسمين. ياسمين ما بدها تشتغل، شو مشغلها بالقوة؟ أكيد، واسمن عن رقبتها كمان. تنقبر تتستت وترتاح لما بتردلنا مصرياتنا، وساعتها أنا اللي بشحطها مش هي اللي بتترك. عمتي هي أول مرة بشوفك فادي أعصابك بالطريقة. لأنه بحياتي ما حدا طلعني من تيابي مثل هالمخلوقة اللي حطت لي إياها بوجهي وتحت سقف بيتي، واللي ما بتراعي لا حرمة ولا ناموس. شو عملت؟ شيل لي إياها من وجهي ورد ياسمين على الشغل. متأسف عمتي، طلباتك اتنيناتهم مرفوضين، بس أنا راح حطها عند حدها اجبرها تحكي معك باحترام. ليش انت قادر تسيطر عليها او تجبرها تحكي معك انت باحترام؟